جيتكم على ايش رايك اسوي معك لقاء؟ والله اسوي معك لقاء؟ خلنا ناكل يا ربع. قل له فيصل اسوي معك لقاء. قل الجابر فيه وشي خلنا ناكل. طيب ما لازم تاكل، بقوم نسوي معك لقاء. يلا شباب لقاء. ها وحيد فطرة لا بقى كذا برستيج بس. سعيد ممكن داخل هاي با طيحت البطر. راح الشباب. لا شباب برهن رحمي. ابو وين شبيت الضوء؟ يجلس الثلاثة. وش فيه؟ شبيت الضوء يجلس. يلا ذي من العزبة. وش ذي؟ حذفت الحين تم حذفت في. يلا خلنا نمسك الشباط. ذبحت الخبز اللي بيجي. تعال هنا سوي لقاء هنا. تعال طيب تعال مكان جدا. رجال يستهتر فيني ما يقدر اعلامي. انا اعلامي كبير والله بحق يا محمد. والله تعال يا اخي، انا الرجال تعبان ويسوي معك لقاء واخر شيء تسحب عليه. شوف النهايه راح معي هناك يوم رجع صرفك. ايش وضعك انت؟ والله العظيم يا ولد ما يصير ارتفع ضغط اعلامي ورجل معروف في السوشيال ميديا. من هو الاعلامي اللي بحجم معروف؟ انا. من هو؟ انا. كيف؟ انشد ابو حصه عني. كيف اعلامي؟ على اي اساس اعلامي؟ بالله رد علي. اسال التاريخ يا حبيبي. يا عمي الطاقيه المنقطه ذي يا اخوي انت تدري ايش ترمز له هذه الطاقيه المنقطه؟ ايوه ترمز. انت تدري في كل نقطه صفراء علم؟ صح. سنه السبعينات ذي. ها؟ هلا حبيبي. يا حبيبنا ترى احنا غير مسؤولين عن وفاه الرجل هذا من شبات الخبز هذا ولا الجبن. لا لانه كثر. هذا لانه هذه الشبات ال100 اللي كلها اليوم. استاذنكم افا مسحي عندنا افا. مع السلامه نشوفكم على خير. ودنا والله نجلس عندك ونشوفك الوعد الحفل الختامي. زين ان شاء الله عندنا بروح على المسح. اسوي لك ثنائي مع بنش خير مده نص ساعه كيف سوى ثنائيه. ارد والله الوضع انه ما يتحمل كذا. قسم بالله الوضع انه ما اخويا لمتى يا اخوي احنا نطردهم؟ امسك ذا يقول عندي بروفه انشاد، امسك ذا يقول عندي بروفه مسرحيه، وامسك ذا يقول عندي اختبارات. عندك شيء يا عبد الله فاضي؟ عبد الله عندك شيء فاضي؟ اشو؟ فاضي انت اللي عندك شيء؟ والله فاضي. فاضي فاضي؟ جلسه عفويه. جلسه عفويه؟ يلا شيخ. تبغى جلسه عفويه ولا رياتي؟ ايش تبي؟ تبي ترى عندنا الحين خطه نمشي عليها. انا عندي الحين ساعه كامله ما ادري ايش اسوي. والله تبي لقاء؟ تبي جلسه عفويه؟ نبغى جلسه عفويه. تبي رياليتي؟ يا برنس حبيبي في شيء جاهز يوكل؟ عطى البراد يوكله. هات البراد. ايه الف مبروك التدشين يا ابو شافي. ابو شافي هذا وشو؟ ابو شافي مبروك. الله يبارك عمرك. الله يبارك مبروك. يعني ما عدم ابدعت وتالقت وانجزت في سماء الابداع. الحمد لله خير. الحمد لله خير. سؤال منطقي وسؤال وجهي. لا بد اني اسالك. انت مشارك في المسرحيه انت يا عبد المعطي؟ لا ما قالوا لي وانا ما بس. طيب اثنين لا ادري على شيء يسويه الا زالت ارقاب الرجا فيه. حبيبي من عاقه عسى منزل ضمه حبوب الوسخ تسقيه لا الدنيا وهو يضحك احجاجا. ثقت خاطري ثقت وحد يبكي على واحد.
واحد يبكي وخبرته حد المسجون ما يبغي يفرقه خبرته احبه ولا دمته على شيء يسوي ولا زال دنك دنك والله سعيد حافظها انا ماني بحافظها هذيك اللي انا طالبها من سنه جدي يا ليل وش قد جاك من صوبي اشقيتني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام امشي بدك ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل حوار هادف حوار هادف مع سعيد القحطاني ومن يضلل فلا هادي له ضيوفنا الاعزاء الكرام الذين حضروا الينا في هذا المكان حمد بن خير مساك الله بالخير طال عمرك اهلا مساك الله شاعر اعلامي معروف الله يوفقك ان شاء الله منشد منشد سؤال موجه لمحمد بن جخير ترحب هنا الله يرحم لا انا بدايه يعني رحبتكم جميع بعدين يا جماعه كيف يا رب محمد بن جخير السلام عليكم كمل محمد بن جخير وجودك في هذا المكان الان مع ثلاثه منشدين وانت صوتك فيه يعني نوع من الخشونه انطباعك عن هذا الراي انطباعي الاسم وحده فيه طليم بالسياره سلامك يلا توكل على الله طيب يروح له يدعوك والله انا دعاك انت ما لها داعي طيب وش دراني يا نزلوه يا ملك ما ندري طيب وش تنتظر يلا ما اللي معي يمشي نزلوه زينكم لين نجيكم احلف انت ما تخاف الله انت والله ما تذوب سعابين والله ما تذوب في ذمتي النبي على شيخ الا يكونك رجال ما تخاف الله ما ادري كلنا نخاف الله يا رب يا الله سم الله يبيض وجهك يا ابو حبيبي يا ابو حور هو حلف توكل على الله ولد احنا في حوار هادف يلا انا بصد من هنا موت سم انا ما تحول الا في الشميسي انطباعك جويع ونفسي فيها طيب يا الحبيب يا طويل العمر انطباعك سمليت تحول هذا اشد انواع العذاب يا محمد خير اغرق انطباعك اتسلى بالطراب غير والله العظيم انطباعك حبيبي البيض المقلي هذا وش شو وضعه انطباعي يا رجل خطير وما عجبن بعد يا رجل ما شاء الله تبارك الله سفهه هادفه هذه اعتبرها سفهه هادفه ولا في هذا المكان الله لا يوفقك في هذا المكان خير أرجوك سفهه هادفه بغض النظر بعيدا عن اللقاء الذي يجمعنا في هذه الليله ابي اول شيء حق ابشر بالسعد هذا واحد ما يصلح ها ما يصلح مذيع عندك ابشر بالسعد يقول السلام جوجل رجال بغض النظر على اعتبرها في بطل قط لي كله انطباعك انا الشباب المنشدين هذول صوتك ما يخالف اوكي المنشدين لا يقومون ولا تقوم اعمالهم الا على الشاعر ابلع البيضه في فمك اولا انا ابيك تشوفها الله يوفقك المنشد ما يقوم ولا ينجح ولا له اي نجاح بعدم وجود شاعر صحيح بعد الله سبحانه اكيد الله يعطيك الشاعر شاعر ما ينجح الا بعد الله سبحانه ما قصرت نحتم تركنا مساك الله بالخير حياك الله مساك شاعر شفت لو تار القلب نعم تقول باكذا والله هذا من طيبه وتارك الله يطول عمرك الله يطول عمرك انا امس كنت مسلطن من الله على قصيدته ها تسلطني الى بكره سويت العمل امس؟ اي ما شاء الله تسلطني الى بكره كيف؟ سلمان انا مجاد كم تابع ارجوك وين الحصريه وين المواجهه للناس؟ انا ادري ما تعب ثلاث اسابيع كد على لا اي ام سوري تابع فاصل يا مخرج فاصل ارجوك اثنين ثلاثه واحد ستاند باي انطباعك والله ما ادري وش قلت في يدك ما ادري وش قلت قبل الفاصل ما ادري وش قلت اي والله ضيعتنا يعني انطباعك على قبل الفاصل وجودك في هذا المكان وانت عندك الله يشغلك يا محمد بن جخير اسلم وانت عندك قصيد وانت تلامس لو تار القلب كذا
الله لا يحييك. انطباعك عن هذا البشر الذي تلامسه؟ وين؟ 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 الحقيقة أنا أحب أقول لك يا سعيد أنك أنت مبدع. طريقة تقديمك لهذا اللقاء عفوية، تجعل من الضيف يأخذ الأريحية التامة مما صحيح. يجعله يسترسل. تمدد والله تمدد. لا 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 أنا كذا أنا مرتاح والله. فلذلك أنا انطباعي عن وجودي هنا انطباع جيد. تضفو وتطغو عليها الأريحية التامة. الله يرفع قدرك إن شاء الله. وأنا والله تشرفت فيك، أشهد الله، أشهد الله إني تشرفت فيك. الله يسعدك. طيب وجهة نظري يعني أو كلمة الأخ اللي هنا كان بهذا كان بهذا رحب فيه وقل له أنا مزهرية هنا. علي عبد المعطي هو الصوت الوحيد الذي نعتبر أنه صوت شجي مليء بال دائما لا تو... دائما لا طال عمرك أنا أتعلم من بنت خير وهو أستاذي في الإنشاد وأنا من فانزاتك وأتابعك من زمان وأتشرف إني أكون متواجد معك في هذه الحلقة. الله يحييك. وأبيك تقيم صوتي بعد شوي. الله يحييك. سمعنا سمعنا. خذيت قلبي تحفظها؟ خذيت قلبي. بلولي شعل الأرض. تعال بلول تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام. برنامج حوار هادف، أتمنى أنك تكون من طابل البرنامج حلقة ساعدني. حوار هادف مع سعيد القحطاني. يلا. ساعدني يا جابر. هذا ساعته قيمني بعد. خذيت قلبي وش بقى قلي لا تتقي ما منتقى قلي متى وقت اللقاء أنا وصلت المنتهى تعبت جامل وضعنا والله والله لا متى يا دربنا دمعو مشاريه عنا أنا وصلت المنتهى يا صاحب الوجه الصبوح عادي 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 تجي عادي تروح مليت من كثر الجروح أنا وصلت المنتهى صراحة أنا حصل لي الشرف أنه صار في تداخل معي من المشهد الكبير يا عبد الغني ربك إذا أحب عبد أغنى ما نعرف الكلمات يا تقييمك يا كبار المنشدين عندكم تقييمك يا كبار المنشدين عندكم أخطاء كبيرة جدا جاك عشان مليح الطلي قادم مهيئ للأكل عشان مريحة بيض في جوانبه تحت القصدير بلاش